ده ايه القمر ده؟ روز ومقط. طب والله العظيم ما مصدق ان احنا اتجوزنا يا ملك. هو انت عبد الله علم على وشك علامه النمر دي امتى؟ انا محدش علم عليا. امال دي وحمه؟ ده غفلني وانا نايم. وبعدين مديني اسبوعين ثلاثه كده وهتلاقيها راحت لوحدها. انا مش خايفه من عبد الله. انا خايفه من ايه؟ خايفه من اللي انا بعمله في نفسي ده. وانت بتعملي في نفسك ايه؟ ده انت بتعملي احلى حاجه. انت اتجوزتي حسن عنتر الحلق. تتعشي ولا ننام خفيف خفيف؟ لو جعان الشغاله لسه صاحيه خليها تعشيك. وبالمره توري لك اوضتك فين؟ اوضتي؟ اه وانا ما قلتلكش؟ ولا جبتلي سير؟ اه ما هو كل واحد فينا هينام في اوضه. اه لحد ما اخد عزا بابا. بعد ما عبد الله يا يموت يا يتعدم. طب ولو ما حصلش؟ هيبقى زيك زي خالد. خالد مين؟ اخويا. اه اخوك. هموت يا صفية. اختي ابني هيضيع مني. اختي ابني هيضيع مني. انت يا ام عبد الله، انت يا اختي اللي مشيتيه في السكه دي. حقه حق ابوه. الله جريه ام حسن، استغفر الله العظيم. حق ناري ونار. انا بس لو عارفه انه هيرمي روحه في حضن شمس ولا هيشيل روحه على كفه ويدور يوزعها على الناس، كنت اتشك في لساني. يا اختي اتشك في لساني قبل ما اقول له انزل وسط كلاب الساغه. بقول لك ايه، ملوش عايز الكلام ده دلوقتي. ما تفكريش في اللي فات، فكري في اللي جاي. حاولي على ابنك. حكم الواحده منينا اول ما بتشوف ابنها خلاص كبر وبقى راجل بتفتكر انها مش هتشيل الهم. اتاري همهم بيكبر معاهم هو كمان. عندك حق يا اختي، والله عندك حق. حقك عليا، نكدت عليكي في ليله حسن. قال يعني انا مش شايله الهم من بدري وشايلها على قلبي وساكته. والله قلبي حاسس بعون الله كله هيعدي ان شاء الله. اتقل منه وعدى. اه بقول لك يا ام حسن. ايوه يا اختي. انا من بكره ان شاء الله هنزل الساغه وهقف في مال ابني وهاجي عليه، واللي هيبص له بصه راضيه هندمه طول عمره. أمال إيه؟ هي اللي رمت نفسها زمان وسط حريقة عشان تنجد ابنها، هتسيبه دلوقتي في النار لوحده؟ أبداً.